أي علاقة في الدنيا لازم تتبني في المقام الأول على الثقة. طيب لو مفيش ثقة ممكن العلاقة دي تكمل؟ تعالوا نشوف. مساء الفل. مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ حسام حكيم. حسام حكيم شغال ايه؟ صاحب مكتب توزيع ملابس. يا اهلا وسهلا. طيب يا حسام نتكلم النهاردة عن العلاقات السامة اللي هي الشك، الناس الشكاكة، سواء حد عشيرته بتشك فيه او هو طول الوقت عمال يشك في كل الناس. تقدر تعيش مع شخصية زي كده؟ والله أنا في حياتي ناس زي كده، يعني مثلا صاحبي دايما بيجيله حالات كده بيبقى فيها يعني عنده وسواس كده، تمام، بيبقى شاكك في كل اللي حواليه. يعني جه فترة من فترات مثلا، تمام، إن هو بدأ يشك في معظم صحابه إن هو بيخونوه مع صاحبته، تمام، ويتصل ببعض من صحابه وأنا منهم، تمام، أنت فين؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ويتصل بيها اشوفها فين. ايوه، وصور لي نفسك فيديو. والله العظيم ثلاثة. تمام. وصور لي نفسك فيديو، تمام، وفضل لدرجه ان هو مره، تمام، شك فيا قوي، راح جايب موتوسيكل، تمام، وفضل مراقبني وماشي معايا متابعني ايه وانا بعربيتي، تمام، هو ماشي ورايا وانا مش واخد بالي، تمام، وهو سايق الموتوسيكل، تمام، بيكلمني في التليفون انت فين دلوقتي عشان يتاكد انا كذاب ولا صادق. اي علاقه بتتبني العمود الاساسي ليها ايه؟ هو الحب. وغير الحب حاجات كتير، يعني منها الثقه، منها بس احنا النهارده بنتكلم عن الثقه، ان الثقه هي الوتد الرئيسي لبناء اي علاقه سويه، صح ولا ايه؟ اكيد طبعا، اكيد. طيب سؤالي بقى، تقدر تعيش مع حد شكاك؟ اكيد لا، لان هو الشك ده مرض، وللاسف بيبقى مرض في شخصيه الانسان ومن الصعب جدا ان انت تصلحه. عاشرت حد قبل كده شكاك والعلاقه انتهت بالفشل؟ عاشرت حد دون عن ذكر اسمه، يعني الله يسهل له، كان يعني لما وضع يشك في صباع رجله الصغير. بخصوص ايه يعني؟ مثلا بيشك في ايه؟ في اي حاجه، مش شرط مثلا اي حاجه يشك فيها، مثلا لو قلنا مثلا ده كان حد معانا في الشغل عموما، يعني الحاجه دي كذا، لدرجه انه عنده شك في اي حد بيشك في نفسه هو شخصيا. فتملي كانت علاقته بتبقى فاشله، العلاقه ما بتكملش بسبب شكه في ده وفي ده وفي ده، وفي الاخر كان هو بتنتهي معاه بعلاقات مش كويسه. طبعا انا كشخصيا واحد انا لقيته كده، يعني المعاملات خلاص انتهت معاه، كان هو عنده مجال اصلا انتهى عشان الشك. تفتكر ان انت مصدر للثقه لكل الناس اللي حواليك؟ لا طبعا، مش كل واحد بيثق في اي حد دلوقتي، في تغييرات، وكل واحد بيبقى مش كل حد تثق فيه. طيب خليني اسالك السؤال بشكل تاني، تقدر تعيش مع حد شكاك؟ لا طبعا، هو ممكن تنخدع فيه وبعد فتره تعرف ان هو شكاك، بس تغير قرارك وترجع لمكانك تاني، ان انت ما تعيش معاه. عشرت حد قبل كده؟ متجوز الاول؟ متزوج طبعا. تقدر تعيش مع واحده ست شكاكه؟ لا طبعا. طب ما في ناس بتزرع الشك جوه الناس وبعد كده يشتكوا، يقول لها انت شكاكه او انت شكاك، بالرغم ان احنا اوقات بنكون السبب ان احنا نزرع عدم الثقه ونزرع الشك في قلوب اللي حوالينا. لا، ما هي طبعا بتبقى عارفه البني ادم اللي عايش معاها، اذا كان مثلا الكلام ده مثلا بيتقال عليه ولا لا، وبترجع برضه بتفكر في الكلام. في ناس فعلا بتوقع بينها وما بين الناس، انما هي عارفه مين البني ادم اللي معاها والبني ادم اللي عايشه معاها.